عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب، عشاق الزراعة بالوطن العربي والعالم أجمع. طبعا جميل أنه تزرع الأشجار، لكن الأجمل أنه تشارك وأنت صاحب مشتل وتشجع على الخير، أنه تشارك بحملات التهجير وتدعم بلدك وتدعم الشوارع مالتك بالأشجار، وتطلع يعني جزء من النباتات اللي تنتجها وتتبرع بها في سبيل الله حتى تكون صدقة جارية. طبعا أبو محمد صاحب مشتل الأنوار تبرع بمجموعة شتلات كثيرة خير من الله لحملتنا اللي صارت لتهجير مرقد الإمام القاسم عليه السلام، واليوم هاي شهادة تقدير من الأمانة العامة للمزارات مرقد الإمام القاسم. الحاج أبو محمد جزاه الله خيرا. والله إحنا ما بأي شغلة صعدك مال تبرع ما احنا حاضرين. الله يحفظك. بأي مكان بأي مكان كان. طبعا هاي الهدية لأبو محمد. خلينا نكمل الهدية الثانية. طبعا هاي لك. هاي الثانية للأستاذ عبد الرحمن. بأي أستاذ محمد. الله طبعا الحاج أبو محمد أرسل ابنه محمد بنفسه زرع الشتلات، ويعني كان عنده التزامات للأمانة وراح من أجل تهجير مرقد الإمام القاسم، فجزاكم الله خيرا. أي محافظة احنا جاهزين إن شاء الله. الله يحفظكم. أبو محمد احكينا، يعني أنا بصراحة من أجل مشتلكم المشتل مفرح. ليش؟ لأنه المشتل إنتاجه 100% عراقي. الحمد لله 100% بيدك. أريدك تاخذنا بجولة اليوم بالمشتل وتشوفنا اللي شنو اللي عملته. اريده بعد اكمل شغلي. ما يخالف هسه خلينا نشوف شكو. طبعا اخوان الاعزاء للمفاجاه تو نبلش المفاجاه، مشتل ابو محمد انتظروا. طبعا انا من حديقتي اخذ القطمر الجهنم القطمر، وشكو اصدقائي دقت جهنم القطمر. كل اللي عندك جهنم القطمر؟ كل قطمر ما عندي عادي ابد. والورد الجوري العراقي عندك؟ الجوري العراقي وحتى الايطالي هسه جاهز للبيع. تاخذ العالم احسنتم. شوف اخوان الاعزاء، بدا الانتاج مالته هسه بدا. شوف المشتل عامر ما شاء الله. بعد 15 يوم تقدر. الله خير وبركه. شوف اخوان الاعزاء، بدا هسه الجهنمي احاول احكي عليه. الجهنم القزمي هذا. الجهنم القزمي بعد القطر ما محوله لحد الان. هذا القزمي الشجر. وهذا بعد الباقيات شوكه المسيح حولتها. هم حولناها. هاي وجبة وديك الوجبة وراك. ألوان مختلفة، كل الألوان، خمس ألوان. خمس. هذا الورد الجوري العراقي. هذا الجوري العراقي. شوف أخوان الأعزاء، هذا الجوري العراقي كله هنا موجود. هذا كله أكثر المشتل، وإن شاء الله بالأيام الجاية يبدي ينشط بالنمو ما شاء الله. جاي ينباع هو سدين ينباع ما شاء الله. هسه العام تاخذ فيه هذا. أخوان الأعزاء شوف هذا العام يعني هسه جاهز جاهز تاخذ الناس. اخوان الاعزاء الجوري العراقي، هذا الجوري العراقي هاي السلطاني. هذا الجوري العراقي اللي يريد الجوري العراقي موجود بمشتل ابو محمد، اسعار مناسبه. هذا هنا ايضا الجوري العراقي ما شاء الله. بعد ما مفتوحات ما شاء الله. شوف اخوان الاعزاء هذا عندي بعض قسم ما مفتوح. خلنا نجي ابو محمد نشوف شنو بعد اللي عندك هنا. اللي فتحته يعني؟ اي اللي هسه جاهز. والورد الجوري اللي هسه جاهز تقريبا، هذا راح تنقله السلطاني. هذا السلطاني هسه. هذا الجهنمي. هذا هسه الجهنمي القطمر. هذا كله قطمر. هذا الجهنمي القطمر كله قطمر. اخوان الاعزاء هذا الجهنمي القطمر ان شاء الله ينقله بالايام الجايه ويجهزه للبيع. هسه بقى كله ان شاء الله. ان شاء الله. عاشت ايدك ابو محمد. وهنا شوف اخوان الاعزاء، هنا اقلمه ابو محمد. هاي كانت بالقاع. هاي كانت بالقاع. اي طبعا اخوان الاعزاء هاي الان نجاحها 100% اكثر. ايه؟ احسن من تشيس. احسنتم. هذا كانت بالقاع. هاي من هاي الجهه. هاي اليوم حولناها. هاي حولتها اليوم. اليوم هذا الورد الجوري كان بالقاع اخوان الاعزاء وحوله. هذا الجوري العراقي باشكال والوان ان شاء الله. والجوري العراقي اكثر تحملا من المستورد طبعا. هنشوفكم هسه اللي عنده بعد ما محولهم بالقاع. طبعا شوف اخوان الاعزاء هنا هذا كله جور عراقي. هنا الطريقه لزراعه الورد الجوري. شوفوا اخوان الاعزاء هاي الطريقه، هاي عن طريق الانفاق الزراعيه
وهاي من يصير هيك طبعا ابو محمد احكي لنا على هاي الطريقه بعد كم يوم يلا تدفع عندي لا قصدي احكي لنا شلون هاي الطريقه ذب رمل انتنا بالرمل رمل صافي بس اي نعم هاي احكي لنا بيا شهر تدقون احكي لنا التفاصيل قبل شهر ونص دقيت قبل شهر ونص اي بهالحدود شهر وهسه يعني بعد يعني بشهر ونص قبل بيا يعني بشهر الواحد اي هلا اي بالواحد بشهر الواحد اي وهسه راح هسه اللي زارع بالارض او اللي زارع بسنادين هسه لازم يكشف لنا اي ما شاء الله كيف فتحناه هسه فتحته لازم تكشف يعني ومن بدا يدفع ماكو نعم ذب عرق نعم ذب عرق ابن هذا من بدا يدفع هذا النموات الاوراق النمو ماله احسن هذا هسه راح نبلش فيه من عشان حوله هذا راح يتحول حوله بالسنه طبعا اخوان الاعزاء ناخذكم جوله بالمشتل هاي البيوت كلها يتم اختيار النباتات هنا 100% عراقي وهاي الشجره سبحان الله النخله العراقيه تحمل الزرع هذا كله اذن شوف اخوان الاعزاء شوف الورد هذا كله ورد اكثار عراقي اكثار المشتل وهنا هذا كله هذا ياسر اذن خمس كبرات اللهم صل ما شاء الله طبعا هنا اخوان الاعزاء هنا يتم اختيار هذا البخور هذا البخور هذا سابع العروس كشفته هذا سابع العروس راح يتحول بسنادين اكبر هذا راح يتحول بسنادين اكبر اخوان الاعزاء هنا هنا موجود النباتات باسعار مناسبه ابو محمد احكي لنا ايش السعر هذا ب 750 750 دينار شتله التين والرمان الرمان بيش 75 اخوان الاعزاء شوف المفاجاه شتلة الرمان ب 750 وشتلة التين بني مسلم 750 عاش ايدك على هاي الاسعار شوفوا الاخوان الاعزاء ما شاء الله ما شاء الله شوفوا الاخوان الاعزاء هذا هاي الشتلات بسعر 750 دينار هاي الجزاني انتاج المشتل اي المشتل بس شوفوا هذا النوع اخوان الاعزاء النوع العراقي هذا عراقي هذا النوع العراقي العراق مو الاجنبي هذا النوع العراقي اللي اكثر تحمل هذا شوفه هاي الالوان هاي على 500 دينار ابو عبد رجعتك لابو جاسم الافق هذا طبعا خلينا نشوف البدايه قبل ما نروح لابو جاسم تعال شوف هذا الجهنم اخوان الاعزاء هذا الجهنم موجود العروسه هاي العروسه شوفوا موجود عنده خير من الله عنده خير من الله من هاي شوفوا بها لونين لونين نفس الهرش بها لونين وهاي اخوان الاعزاء نفسي سبحان الله يعني الوردة الحمراء الورقة خضراء والبيضة هاي البيها بيضة بيضة شطبة ما شاء الله يعني هاي يعني معلومة سبحان الله يعني. هي هم مو بيضة فالدور كلش لطيف لون تقريبا شكري وردي وعلى وردي نشوف ابو جاسم نظام منه هاي شتلات الافوكادو ما شاء الله هذا بقاده عشتي لك وهاي شنو هاي ابو تكاثرنا هذا بخو هذا الريحان لا مو الريحان هذا مو الريحان هذا هاي السلفيا هاي السلفيا هاي السلفيا اقوى نبات اقوى نبات لا اقوى السلفيا اقوى نبات هاي السلفيا عشتي لك شوف اخوان الاعزاء موجوده النباتات اشكال والوان هنا اسعار مناسبه جدا راح اترك العنوان اخوان الاعزاء بالختام نشكرك ابو محمد على يعني مساهمتك في تشجير الحاضرين مدينتك وكذلك اي وقت حملاتنا للتشجير وجزاكم الله خيرا بدار الدوام كل شيء في تشجير الله يحفظك اي مكان يعني وين ما كان اي مكان الله يحفظك محافظة العراق كلها مو بس الباب اخوان الاعزاء ان شاء الله استفاديت من هذا الفيديو طبعا العنوان للتفكير هذا هنا هاي المنطقه المدهش بابل العراق محافظة بابل الحلة هنا عندنا الفرع اللي قريب على جسر مشاه بجانب الفرع اللي بجانب مطعم أبو صفاء معروف هذا هنا هاي المنطقة شو يسمونها الجزرة حي الصحة الجزرة بالختام نستودعكم الله في أمان الله كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات من جزاكم الله خير أحسنتم ورحمة الله هنا عندنا البوتيات العراقية هاي حتى تصير واضح للخير مال العراق
اي واحد يشوف الفيديو، هذا الكيلو بربع دينار، يعني 6 كيلوات، كل 6 كيلوات بدولار. شوفوا اخوان الاعزاء والعراقيين من يشترون ما يشترون بالكيلو، هاي المعلومه، العراقيين يشترون بالاكياس، هاي الاكياس يسوي لك كيلوات ما عنده كيلوات. شوفوا هذا التشيز، هذا التشيز الكيلو على ربع، الكيلو 250 دينار، يعني كل 6 كيلوات من هذا الخير، هذا من ارض العراق. هذا من ارض العراق. هنا انا اشوف ايش عندنا بعد، هذا الثوم، الثوم طبعا حوج جديد، الثوم حوج جديد ب 1000 دينار، هذا الثوم ب 1000 دينار، 1000 يعني تقريبا ب 70 سنت بس لانه حوج جديد، هذا هم ينزل هذا. هذا كامل 600 دينار، 600 دينار اذا باقي كامل. وهذا الخير ما شاء الله، بعد ايش بالله هذا بيش شو اسمه؟ كيلوين باربعة، كيلوين باربعة، يعني كيلو بألفين دينار تقريبا دولار وشوية حتى يصير واضح. خلنا نقول كيلوين بدولار تقريبا. وهنا اخوان الاعزاء هذا الخير 8000 دينار، هذا الكيس ب 32 كيلو، يطلع الكيلو بربع.